بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله الثاني من ذي القعدة، ماشي، بدنا الثالث والعشرين من حزيران يونيو جون. اليوم إن شاء الله سوف نقوم أيضا بحفظ سورة الفجر إن شاء الله. جاهزين؟ جاهزين. يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والفجر. وليال عشر. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. هل في والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أربع أقسام. الله أقسام أربع مرات. يلا راح أقرأهم ورا بعض، أنا تقرأهم بعد مني. محمد عبد الرحمن، ما بدنا نفرز عليه الفيديو، طلع علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز، هات احكي الأخلص. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. بس ماشي. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. نزيد عليه آية. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هذول شو كم جابوا الصخر بالواد، يعني كانوا يقطعوا الصخر بالوادي. جابوا يعني بيقطعوا، شو ما جابوا يعني الحجار كبير بيقطعوها وبيسووا فيها أعمدة وبيوت. ماشي، يلا خلينا نقرأ. شوف حافظين مثل ما أقول لكم أنا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والفجر. وليال عشر. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. يلا، مين يقدر يعيدها؟ لا أنا بعيدة. بسم الله لا. الرحمن الرحيم. هو الآن. أنت يا والفجر محمد. والفجر وليال عشر والشفع. وليال عشر. وليال عشر والشفع والوتر. هل في ذلك. والليل. والليل إذا يسر. أربع قسم. هل في ذلك قسم لذي حجر.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كفو أحمد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ما شاء الله. يلا بكر دورك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم لذي حجر نعم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد نعم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يا سلام. نعيدها مرة أخرى مرة ثانية. أبكر ما بيعرفها. أبكر محافظ أبكر أو عم يلعب. ماشي الحال. حطه جنبك هون. لا ضيع الوقت هلا أستاذ. طبعا خلينا نوقف تسجيل بس شوي. وقف تسجيل نعيده؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. عيدها بكر. بس هذول خمس آيات. عيدها بكر يلا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. يلا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود ذي الأوتاد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. يا سلام. جيد أبو أحمد ممتاز جدا. يلا هذا أول قسم من السورة خلصنا لهون. لأن هذا القسم صغير وهي صغيرة. شوف هلا مسألة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. اجلس. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. حفظتها؟ يلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. عيد أبو أحمد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر فأكرمه. هو شيء أكرمه ليك أعطاه أكل وشرب وبيت ودفى ماشي وأعطاه كل شيء بده إياه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أول مرة لما الله إنسان يعطيه مصاري وبيت حلو وسيارة وزوجة وكل شيء منيح يقول الله أكرمني إلي لأنه بحبني. وإذا الله عز وجل ما أعطى لواحد وأفقره
فبيقول انه والله الله اهاني، الله عم يعذبني، الله عم بيهني لانه ما بيعطيني. هلا بشوف حرام، طبعا كله حرام. هلا بشوف الاجابه احنا حرام طبعا، لانه كله خير اختبار من الله عز وجل. ماشي يلا حمد. اما ان احنا عم نجرم منيحة الله بي اما بيعاقبنا، بس لازم ما نقول. نعم يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اكمل تعيدوها كلها وراي لحتى النقطه اللي وصلنا فيها. ماشي. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر. عد منيح. الم ترى كيف اسمع، خلينا نكمل خلينا نكمل. لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. شو يعني جابوا الصخر بالواد؟ يعني قطعوه. هم قطعوه ما بعرف ما شو يعني جابوا صخره. قطعوه بالمنشار. شو يعني جابوا صخره؟ بكر جابوا صخر بالواد. شو يعني جابوا الصخر بالواد؟ جابوا الصخرة وقطعوها، اما بس هيك جابوا مسمار وشاكوش يدق. طيب ماشي ماشي. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. وفي فرعون الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا طلع يا محمد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، شوف أقول فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلي. شفت لما الله عز وجل قدر عليه رزقه يعني بيقلل عليه الرزق، شو بيصير؟ يقول ربي أهلني. اما هيك الله اكرمه فيقول ربي اكرمني. يلا مين عيد الاول؟ بكر عيد الاول. يلا والفجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك. والليل. والليل اربع اقسام، كم قسم؟ والليل اذا يسر. قول والشفع والوتر والليل اذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قسم لذي حجر. حمد جلس هون طلبتك يا ولدي. يلا. قسم لذي حجر. ألم ترى؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم التي لم تخلق لم يخلق مثلها في البلاد وفرعون ذي الأوتاد. نعم. الذين جاؤوا الصخر طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد فصب عليهم عليها فصب وين عفوا فصب عليهم أنا آسف فصب عليهم ربك صوت عذاب هيك صوت عذاب يعني هيك صوت عذاب هذا اسمه صوت لأنه صوت عذاب هيك صوت عذاب. محمد جلس عندي. نعم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانن. أكرمن. وقف تسجيل نور. يلا من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل والشفع والوتر والليل إذا يسر عيدة والشفع والوتر والليل إذا يسر عيدة والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والشفع والوتر والليل إذا يسر عيدة كيف تعيدها؟ والشفع والوتر والليل إذا يسر عيدة والشفع والوتر والليل إذا يسر أي حمد والشفع والوتر
والليل إذا يسر، والشفع والوتر، والليل شايف يطلع متعود على الحفظ القديم، مقطش آية لأنك أنت لازم نرسخها، والشفع والوتر والليل إذا، مشان ترسخ مخه لأنه حافظها غلط نسيان آية هو، والشفع والوتر والليل إذا يسر، إيدا والشفع والوتر والليل إذا يسر، أبو بكر إيدا والشفع والوتر والليل إذا، والليل والليل إذا يسر، آخر مرة محمد يلا، والشفع والوتر والليل إذا يسر، يلا من الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جلس عندي، والفجر والفجر كملوا، والليل إذا يسر، وليالي وليال عشر، والشفع والوتر ألف ذلك، والليل إذا يسر، غلط بعد الشفع والوتر والليل إذا يسر، يلا عيد من الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر والفجر وليال عشر، الشفع والوتر والليل والليل إذا يسر، ما عدناها عشر مرات تقول ليش عم نعيدها، لازم ليش نحفظها، يلا عيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، خلص السورة؟ خلص السورة بكر؟ خلص السورة هون؟ الله يجزيكم خير، أيوة حفظوها والله ما شاء الله، حلوة السورة، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، خلص السورة هيك يعني؟ يلا عيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها؟ والليل إذا يسر، إيه الحمد لله طلعت معك. شو بدنا نقولها؟ شو بدنا نعك؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنت بكر والفجر أنت وياك. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والليل. والليل إذا يسر. لك شو هلولا؟ إيديك هاي على 17 و20 دقيقة ثانية. ذكرني شو شفتك يعني 17 وش يعني ذكرني عندك على التسجيل انا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر عشر والشفع والوتر اي بعدين والليل اذا يسر والليل اذا قطع بكره المره لسه محمد ما جمعت معه بس جلس من عندي يقول عشان تعلم يلا بسم الله الرحمن الرحيم راح تمل راح تمل لانه ما عم تركز ركز على هاي اي عم بقول لك اياها مرة تحفظها بدي اقول عكسها دغري يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل اذا يسر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر حط ايدك هل في ذلك قسم حط ايدك عيدها شوف يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل لا ما في هذا يا ابني والليل والليل اذا يسر عيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر خطأي ولا خطأكم انا عم اخطأ معكم على الفاضي ولا انتم عم تخطئون انا الحمد لله اعترف بالذنب يلا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك شوفوا شلون فتوا بالحيط شفتوا بالحيط وين والليل اذا يسر انت عم تقول شوف خربطتك انا جيت معي لازم انت تصلح لي لازم تصلح لي عاد يلا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل لا لكن والليل إذا يسر جيد أبو أحمد يلا عيد يا أبو أحمد حالك والفجر والفجر وليال عشر والليل إذا والشفع والشفع والوتر والليل إذا يسر جيد أبو أحمد هل في ذلك قسم لذي حجر نعم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد
رمضات الأيمان التي لم يخلق مثلها في البلاد. أسمعك وثمود الذين جاب وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض وجاء ربك وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان نعم يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ ولا يوثق وثاقه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي يا ربك راضية فادخلي عبادي وادخلي جنتي. جزاكم الله خير. هلا شوف